ده يا باشمهندس نقدر نقول ان احنا بنسبه كبيره جاهزين لتوريد الترابيه في ميعادها. تمام، شوف اللي ناقص وكمله وابقى رد عليا. ضني يا باشمهندس. يا سامح قول لي، هي مالك هتفضل قاعده قد ايه في العباسيه دي؟ كتير يعني؟ مش عارف بالظبط يا سليم، بس على الاقل لما تجتمع اللجنه وتشوفها. طب اللجنه دي هتجتمع امتى؟ فيها سليم مالك؟ انت منفعل قوي كده ليه؟ لا اصل ادم ابنها راح زارها في المستشفى، بصراحه الولد عنده حق، مستشفى زي السجن. ايوه بس انت عارف انها متهمه في جريمه قتل. عارف انها جريمه قتل، بس هي في المستشفى عشان تتعالج مش عشان تتعاقب يعني. يعني لو ممكن تعالج في مكان تاني ليه لا؟ خليني اسال واشوف الموضوع ده ممكن يمشي ازاي. خلاص شوف كده ورد عليا. ميرسي يا متر، سلام. يلا يا ام بسمه نام، يلا يا هدى نام، يلا كل واحده على سريرها. نامي يا دكتوره. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا ملك؟ اتفضلي انت يا منى. شكرا. عامله ايه؟ اتفضلي اتفضلي اقعدي. اخبارك ايه؟ بصي انا عارف ان احنا كنا المفروض نتقابل من بدري، بس معلش هو انا حصل لي مشكله في الوزاره يعني. تصدقي الدبلومه بتاعتي مش لاقيينها في الوزاره، مش لاقيينها في اي دوسيه. عايزين نعمل ايه يعني؟ اروح اجيبها بنفسي؟ انت بتحكي؟ طب على فكره بقى انا رحت وجبتها من جوه، لولا كده كان زماني بعيد الدبلومه من الاول. طب قولي لي مبسوطه معانا هنا؟ بص هو انا عارف ان المكان في الامومه ما يبسطش، بس يا ستي هو بينا يبسطك ولا ايه؟ طيب قولي لي في حد مضايقك؟ يعني حد من الممرضات، زمايلك في العنبر؟ كلهم طيبين. طب ايه اخبار معمر؟ طيبة، هي ست طيبة. لا هي ست خبرة طبعا، يعني هي تقريبا اقدم مني في المستشفى، ده اقدم من المستشفى نفسها يا شيخ. طيب بص بقى يا ملك، احنا القعدة دي مش قاعدينها عشان خاطر نتعرف على بعض، أنا عارفك كويس أوي. القعدة دي قعدنا عشان خاطر تعرفي على نفسك. عايزك تستريحي خالص وتسيبي نفسك. وما تركزيش غير في الأسئلة اللي هسألها لك. اتفقنا؟ طيب يا ستي. مكتوب قدامي هنا إن والدك المهندس عبد الله الكيلاني كان مهندس بترول في البحر الأحمر. مظبوط؟ طيب. فاكراه يا ملك؟ يعني عشان هو بس بيقولوا هنا ان توفى وانت تقريبا عندك 9 سنين؟ مظبوط. طيب قولي لي ايه اكتر حاجه فاكره فيه؟ فاكراه طبعا، كان طويل وعريض وكان ليه دقن كده، وكان بيشوكني كل ما يجي يبوسني. وفاكره ان هو لما كان بيجي في الاجازات كنا بنروح السينما، كنا بنتفسح، وكان بيعمل لي كل حاجه حلوه. فاكره وفاته يا ملك؟ يعني فاكره حسيت بايه وقتها؟ فاكره ان كل حاجة حلوة راحت. ازاي؟ احكيلي.
انت عارف اخر طلب لست شوشو كان ايه؟ خير؟ عايزة طيارة؟ بتهزر؟ عايزة علبة ميك اب اوريجينال من بتوع الكبار، وقالت لي بالنص مش عايزاها مضروبة يا ماما. لماحة البنت دي، عرفت منين انك بتحطي مكياج مضروب؟ لا والله بجد. تعالى تعالى القهوة شكلها جاهزة، يلا. بس انت مش متخيل حجم المأساة اللي انا فيها يا سليم. البنت شكلها خلاص تقريبا داخلة على سن مراهقة، وانا مش عارفة هعمل معاها ايه. مراهقة ايه بس، ما تكبريش الموضوع، البنت لسه صغيرة. المراهقة بتبدأ في سن ابتدائي مش في الجامعة زي ما كان بيحصل ايامنا. كمية المعلومات اللي بتدخل دماغ الولاد من التلفزيون والسوشيال ميديا بتكبرهم بسرعة. ما هو ده نفس اللي بيعدي بيه ادم، بس هو بيعيش كارثة حقيقية. فجأة كل العالم اللي حواليه انهار، لازم يقابل الدنيا بطول. صعبان عليا قوي والله، الله يكون في عون. بس على الأقل هي جدته موجودة. جدته؟ جدته دي حكاية تانية خالص، هبحكي لك عليها بعدين. المهم ينفع يبقى آدم يجي يخرج معانا؟ أو يعني من سن شهد، وبالمرة يقابل ناس طبيعيين شوية. ما عنديش مانع خالص، ممكن نعمل كده النهاردة. تمام. كان سليم ازيك؟ يا نساء شهد، ايه ده انت مش حاطط المكياج ليه؟ هو عشان المكياج هنا مضروب يعني؟ قول لها يا انكل ماما دي غريبه. بقول لك ايه بقى، انا هقوم اروح الشركه واخد الاستاذه في طريقي، مش رايحه درس الساينس بقى. هو ساينس فعلا، معلش هنتعبك معانا، ما انت متعود على كده. اصل انا عندي ميتنج مهم جدا مع خالد، لازم اجهز له كويس. ايه هتخني؟ انا مش ناويه على كده دلوقتي، بس لو هو طالبه معاه خناقه انا جاهزه. الله على بركه الله، يلا يا عروسه. سلام. باي. انت مش خايف مني؟ لا اخاف منك ليه؟ علشان انا قتلت، وقتلت مش اي حد، قتلت جوزي واختي. لا مش خايف منك، انت دلوقتي مش الشخص اللي قتل. انت لما قتلتي ما كنتيش في وعيك، كنت مريضه، دلوقتي انت في مرحله العلاج. خاف منك ليه؟ اي حد بيقتل بيكونش في وعيه. لا طبعا يا ملك، ما فيش الكلام ده. في حاجه اسمها قتل بعد سبق الاصرار والترصد. الاصرار والترصد دول يعني البني ادم في وعيه. يعني انا ممكن اقتل تاني وانا في وعيه؟ لا ما اعتقدش، لانه انت مش من الناس اللي ممكن تعمل كده. عارف انا لو من الناس اللي ممكن تقتل وهي في وعيها، عارف كنت قتلت مين؟ عارف مين؟ ماما. هو ليه حضرتك مش عايزاها تشوفك؟ لسه شوية. حضرتك مستغربة؟ مش مستغربة قوي، أنا عارفة أن علاقتك بملك كانت متوترة. هي اللي قالت لك؟ أيوة. أنت شايفة أن الكلام ده مش حقيقي؟ حقيقي. أنا اللي ما فهمتش ده غير متأخر. معلش ما تلوميش نفسك بزيادة، أنا بحاول أتعالج. بتابع عند دكتور نفسي. أصلاً الدكتور مش عايزة، مجرد إن أنا أشوف ملك من بعيد لبعيد. أنا عايزة أشوفها بجد. عايزة أكلمها بجد. بس مش عارفة أقدر أعمل كده ولا لأ. هتقدري. طالما عاوزة هتقدري، بس هي مسألة وقت. شكرا. خدي بالك منها. حاضر.
عن إذن حضرتك. اتفضلي. ممكن أقطع الحالة التأملية الجميلة اللي أنت عاملاها دي؟ أنت خلاص قطعتها. عاملة إيه مع رؤى؟ السؤال ده ليه علاقة بالرسالة اللي أنت بتعملها؟ لا، بدردش معاكي، يعني سؤال بصفة ودية. كويس. لازم طبعًا تكوني كويسة. واحدة زي رؤى ما بتتكلمش كتير وحركتها قليلة. هتكوني إيه غير كويسة يعني؟ هي عندها ايه بالظبط؟ والله على حسب تشخيصي انا، يعني بما اني المسؤول المباشر عن حالتها، البنت بتعاني من حاله اكتئاب عظمى. بس اللي انا عرفته ان هي كانت بتحب واحد وما حصلش نصيب وحاولت تنتحر، بس انا مش مصدق ان حاجه زي كده ممكن تخلي حد ينتحر. انت عرفتي حاجات كتير قوي عنها. سالت وعرفت. هو انت شايفه ان الحب سبب تافه؟ لا يعني مش تافه، بس بص يا ملك، انا هقول لك على حاجه مهمه. لازم تبقي عارفه كويس قوي انه في ناس معينه الحب بالنسبه لهم هو الحاجه الوحيده اللي بيعيشوا عشانها. البنت رؤى اهلها لما رفضوا الولد اللي كان جاي يتقدم لها اتضايقت، اكتئبت. اهلها كانوا فاكرين انه فتره وهتعدي، ما كانوش يعرفوا انه مرض بشع، وما ادركوش الكارثه غير لما البنت حاولت تنتحر فجابوها على هنا. انت اللي عملتي في روحك كده. مين اللي عمل كده في مين؟ انت نسيتي اللي حصل؟ عايزه تطلعينا احنا الغلطانين؟ انا ما عملتش حاجه غير اني حبيت. حبيتي؟ وبتقوليها كده بمنتهى البجاحه. بس هي اصلا مش غلطتك، هي غلطتي انا، عشان انا اللي ما عرفتش اربيكي. لما تتكلمي عن الحب والمسخره وقله الادب بمنتهى البجاحه كده قدامي، يبقى انا اللي ما عرفتش اربيكي. بجاحه؟ طب لحقتيني ليه؟ لحقتيني وجبتيني على هنا ليه؟ كنت عايزه ايه؟ كنت عايزه انا نسيبك تموتي كفره عشان نتفضح وسيرتنا تبقى على كل لسان؟ بس ملحوقه، ما انت اصلك قللت الربايه. لما تخرجي من هنا هيبقى لينا نظام تاني في كل حاجه. ما كفايه بقى، كفايه. انت بتعملي فيها كده ليه؟ عايزه توصليها لايه اكتر من اللي هي فيه؟ ها؟ بتعملي فيها كده ليه؟ ايه ده؟ إيه انت مين انت؟ بنتك هتبقى زيي لو ما بطلتيش تعملي اللي انت بتعمليه. تقولي لها تحب ايه وما تحبش ايه، تحب مين وما تحبش مين. انت فاكره نفسك ربنا؟ ولا فاكره نفسك ملاك؟ هتمشي لها حياتها بالقلم والمسطره؟ انا قتلت اختي وجوزي بسببك. بسببك. اتفضل يا ملك، خش. ها، ايه رايك؟ على فكره، نقلك للاوضه دي مش عقاب، انت ما عملتيش حاجه غلط. شنطه هدومك اهي، تحب اساعدك في ترتيب الهدوم؟ لا لا، انا هعملها بنفسي، شكرا. طيب، مش عايزه مننا اي حاجه؟ ماشي، عن اذنك. يلا كريم. ايه الاخبار؟ مفيش، دخلتها الاوضه الجديده بتاعتها وبتظبط حالها. متضايقه طبعا. لا بس اكيد طبعا مش مبسوطه يعني. على فكره يا دكتور، ست ام رؤى دي ست مزعجه جدا جدا وتستاهل اكتر من اللي حصل لها بصراحه. انت فرحان فيها ولا ايه؟ بصراحه يعني. المشكله ان احنا في شغلانتنا ديت ما بنقدرش نعبر عن مشاعرنا الحقيقيه. ليه يعني؟ عليك بيها المره الجايه.
لا والله. اه ساعتها بقى ابو احجزوا لي اوضه جنب ملك. طبعا انت عارف ان ملك ما عملتش كده جدعانه منها، انت عارف السبب كويس. اه عارف. على اذنك ممكن انام عندك؟ عارفة؟ أنا متأكدة إن حسام هيتجنن ويعرف عني أي حاجة دلوقتي. ما بلاش يتجنن دي، ما تفوليش على الولد. زمان كنت متخيلة إن الحب ده إن الاتنين اللي بيحبوا بعض يعملوا كل حاجة مع بعض. اكتشفت إن لأ. الحب إنك تحسي إنك بتعملي كل اللي أنتي عايزاه مع اللي بتحبيه حتى لو هو مش جنبك. معرفش، أنتي قادرة. هو أنتي عمرك ما حبيتي؟ لا يعني مرة وأنا في الجامعة، كنت في أولى جامعة، كان في ولد كنت معجبة بيه وهو كمان كان معجب بيا، يعني ابتدينا نبعت مسجات لبعض، نظرة ضحكة، وبعدين فجأة حسيت إن أنا بعمل حاجة غلط، اتخضيت وبعت. مش عارفة لو كنت عملت زيك يمكن كانت حياتي اتغيرت. أشك، لأن في الآخر النتيجة واحدة. أنا وإنتي هنا. أيوة بس إنتي هنا علشان أذيتي نفسك، لكن أنا هنا علشان حاجة تانية خالص. يا فندم ده مريض مش جاي يزور بنتك ولا حاجة. إنتوا كمان عملتوه مريض كمان، وقاعد مع البنت وأنا اللي نايمة على وداني وفاهمة إن هي هنا بتتعالج. دي إيه المصيبة دي؟ ده أنا هقفلها لكم. لو هتعملي نفسك فيها مجنونة فأنا مجن منك. إنتي فاهمة بنتك دي تبقى في البيت، لكن هنا دي واحدة مريضة. تعالي هنا، تعالي. إنتي هتمشي معايا؟ إهدي. إنتي لو مش عارفة تهدي أنا ممكن أديكي من المهدئ بتاعي. هيساعدك على فكرة، هيساعدك. إوي أنا مش عايزة تفت. شايفة كل الناس دي؟ دول كلهم مجانين. لو عايزه تمشي من هنا على رجلك يبقى اهدي. ملك اوعى ايدك، معلش معلش. اكبك اللي بيحصل ده؟ معلش يا فندم، دكتوره عايده عايزاكي في المكتب جوه، هتشرح لحضرتك كل حاجه. انا مش عايزه حد يشرح لي حاجه. اهدي معلش لو سمحت. هي مستنياكي في المكتب يا فندم، هتشرح لك كل حاجه. معلش لازم تهدى. حاضر هتهدى. اديها من المهدئ بتاعي. حاضر هديها. حاضر هديها. حاضر. اتجننتي، وانا رايي تقعدي هنا في المستشفى على طول على طول. يا جماعه امي جايه تقولي ان هي عايزه تتجوز. ملك ارجوك ايه وبتاعي؟ ارجوك ايه وبتاعي؟ انا كنت فاكره انك انت كنت جايه علشان انت اتغيرتي، علشان عايزه تقربي مني، لكن انت عايزه تجننيني اكتر. انت عايزه تجننيني اكتر صح؟ انت عايزه تجننيني. ملك ملك تتجوزي، تتجوزي وبتاعي. انت عندك بنت مقتوله. ملك ملك وبتاعي في وسط الشمال مجاني. ملك ملك عايزه تتجوزي؟ ايوه ايوه. انت عايزه تتجوزي؟ عايزه تتجوزي؟ ملك اتجوزي. ملك اتجوزي. مدام سهام تعالي معايا. مبروك يا عروسه، مبروك يا عروسه.
ماما ماما عايز اتكلم معاك شويه. فاكره اخر مره لما جيت لك قلت لي ايه؟ اخر مره لما جيت لك هنا مش فاكره قلت لي ايه؟ قلت لي لو ما كانوش خانوا ما كانوش ماتوا. هما مين؟ شكرا يا ماما. لو سمحت افتكري انت اللي قايله لي الكلام ده. يا ماما حاسبي كده بقى خلاص. عرفت ان انت اللي قتلتي ندى وانت اللي قتلتي بابا. ليه بتخبوا عليا؟ كلكم كنتوا عارفين وكلكم بتخبوا عليا. كفايه بقى ما تعمليش كده. انت كنت عارفه ما قلتليش وخبيتي عليا. بكرهك وكلكم مش عايز اشوفك تاني. ادم ادم ماله؟ انا عملت ايه؟ تعالي استريحي جوه شويه وبعدين نتكلم. تعالي اهدي خالص. اهدي. أنا ما عارف الحقيقة. في الأغلب عارفها مني. أنا مش فاكرة أنا قلت له إيه. مش فاكرة. أنت مش فاكرة أي حاجة خالص من اللي قلتها له؟ مش فاكرة حاجة ولا أي حاجة. أنت عارف الغريب إن أنا ابتديت اتحسن وفي حاجات كتير قوي ابتديت افتكرها. ابتديت اكون صوره كامله للي حصل. وبعد كده فجاه كاني وقعت في بير ضلمه. لو سمحت يا وليد كلمه واطمن عليه واعرف هو عارف ايه بالظبط. من غير ما تقول يا ملك انا عملت كده فعلا. كلمته في التليفون للاسف تليفونه مقفول. اكيد عند عمته او عند ماما. كلمت ماما في التليفون برضه قالت لي ان هو ساب بيت عمته من كام يوم ولسه ما رجعش. انا بس كل اللي عايزه منك انك تهدي وتطمني. ما تقلقيش ادم لما جالك هنا المستشفى جالك بعد ما ساب بيت عمته. ده معناه ان هو بخير وكويس. انا لازم الاقي ابني. يا ملك خروجك من المستشفى هنا ملوش اي لازمه. احنا ما نعرفش الولد فين. لما نعرف هو فين نبقى نتصرف. انا لازم اخرج من هنا. لو ما خرجتنيش من هنا هعرف. لو ما خليتنيش اهرب هموت نفسي. انت ايه اللي جابك؟ اول ما عرفت اللي حصل لادم خرجت من المستشفى. يا سلام. هو اللي حصل لادم ده حصل ليه؟ مش بسببك؟ علا حرام عليكي يا علا. تعالي كده. حرام عليكي. قدري اللي هي فيه دي لسه بتتعالج. خشي اوضتك. في ايه يا ماما؟ كل حاجه خشي اوضتك. اسمعي الكلام وخشي اوضتك. اهدي يا ماما مش كده. ازاي حضرتك يا طنط ملك؟ اوضه ادم فين؟ اتفضلي. ايه اللي جابها دي؟ ايه اللي جابها؟ هو احنا ناقصين؟ دي هي قص المصايب كلها كمان جايبينها لي لحد هنا؟ اهدي بس معلش استحملها الخمس دقايق دول. علا عشان خاطر ادم. هو كان بينام فين؟ هو اغلبيه الوقت بينام هنا. طب هدومه فين؟ في الظرف اللي في النص.
الكراسة. هو قال لك ان هو بيكرهني ومش عايز يشوفني. ايه ده؟ المحامي. ايوه يا متر، طمني، ايه الاخبار؟ طب الرقم ده يعني مش متسجل، ملوش اسم؟ ابعتهولي برضه. سلام. شركة اتصالات طلعت بيانات تليفون ادم قبل ما يقفله، بيقولوا ان اخر تليفون كلمه كان الساعة 8 قبل ما يختفي، بس التليفون مش متسجل عندهم في الشركة. طب لو رقم وصل لحضرتك ممكن تجيبه وانا اشوفه على التليفون. احنا على فكرة ممكن نطلع اذن من النيابة بتتبع الرقم ده ونعرف هو مين. ايه ده؟ ده رقم حموده بتاع السوبر ماركت. حموده؟ حموده، انت ليه لما قلتليش ان ادم معاك؟ انا مش سالك عليه. ولا انت لما قلتش ادم فين هنوديك الاسم، وانت عارف بقى الاسم ممكن يعمل فيك ايه. حبيبي ما تخافش، انا مامته وانا قلقانة عليه قوي، ممكن تقولي هو فين؟ طب انا والله قلت له يرجع بس هو ما سمعش كلام. ازاي ما يقول لك امك قتلت ابوك بس دماغه ناشفه؟ ادم فين؟ احنا رجعنا من المدرسه ما لقيناهوش. شكله كشف حوار امبارح، كمني كنت عايزه يرجع. ولا انت هتستعبط؟ ما تلف مش وتدور، انا حذرتك هوديك ورا الشمس. ولا انت سلمته العصابه ولا ايه؟ هو ايه اصله ده؟ انت مين يا عم انت؟ خطف ايه وعصابه ايه؟ جرى يا عم علي؟ جرى انت يا حموده؟ انا مش سالتك على ادم كذا مره؟ ما قلتليش انه معاك؟ هو مصحف كنت مستني نفسيته تهنى من ناحيتكم. انا عارفه هو مش عايز يشوفني. هو مش عايز يشوفني. لو سمحت، هو طبق الفول بكام؟ محوج وسلطه وعيش؟ لا طبق عادي. فرداني يعني 3 جنيه. Thank you.
هو كان بينام على السرير ده؟ اه يا حبيبتي ملوكة، انت لازم تنامي تستريحي دلوقتي، وان شاء الله ان شاء الله هنلاقيه. انت مش اطمنتي ان هو كان كويس الكام يوم اللي فاتوا؟ اقول لك حاجه، انا مطمنه للولد اللي اسمه حموده ده، انا حاسه ان هو بيقول الصدق، واكيد مش هيبعد عن المكان اللي هو كان فيه. انت تنامي تستريحي، وبكره الصبح نقوم نجهز نفسنا واكيد هنلاقيه. يلا هسيبك تستريحي شوي، تصبحي على خير. انت منار. اوعى تسيبوا جنبها لا سكينه ولا مقص ولا اي اله حاده. وكمان لازم تتاكدوا ان علب الادويه مش جنبها، وانها بتاخدها في مواعيدها. دكتور مجد محذر من كده قوي. لازم ما تخافوش، انا مش هموت نفسي غير لما الاقي ادم. ندى ممكن تمشي من هنا وما تزعجنيش تاني، انا تعبانه، من فضلك امشي. يو يا ملك، بقولك عايزه اخش الحمام. من فضلك امشي، انا تعبانه. امشي من فضلك، امشي. ملك، تكلمي مع مين يا حبيبتي؟ أنا بكلمه وبشوفه طول الوقت. ربنا يكرمنا بتفتيش دلوقتي. ايه جد؟ ولا خلع ابن اللئيمة. انت يا ابني، انت يا حبيبي، قوم نام بره. يا مولاي معلش، بس لو سمحت سيبني انام ساعتين. طيب لا ساعتين ولا ربع، ممنوع يا ابني. انا والله مش هلاقي حد. ما تتعبش قلبي معاك، ده مكان للعباده مش مكان للنوم.
طب سيبني طيب وانا ان شاء الله ربنا مش هيزعل مني. استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. امشي يا ابني امشي يا ابني. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. خلاص خلاص همشي. ايه بس يا شيخ حمدي بنروح على الواد شويه، ده عيل صغير لسه. ولا عيل صغير ولا حاجه، الوزاره لا تفرق بين عيل صغير وعيل كبير، ما انت فاهم يا حاج فاروق. بس برضه بالراحه عليه شويه، انت عارف احنا لو سيبنا العيال دي تبات في الجامع ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ العيال اللي بيشحطوا في الشارع هيدخلوا الجامع ويناموا فيه، وشويه شويه يجيبوا اهلهم. هذا يرضي الله؟ لا يرضيه ان العيال دي تنام في الشارع. طيب سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال ينام في الجامع قال. يا ابني يا ابني ايه اللي معادك القعده دي كده؟ قوم يا حبيبي قوم. اهلك فين؟ انا امي مسجونه وابويا ميت. لا حول الله يا رب. وما انت عايش فين يا ابني؟ لا ما عنديش بيت، ما عنديش فلوس اجيب بيت. قصدك يعني ما عندكش فلوس تدفع ايجار، وصاحب البيت طبعا طردكم. طب اهلك فين؟ اخواتك فين؟ عندي اخين اصغر مني. وهم فين؟ سبتهم عند الجيران. حول الله يا رب. طب انت اسمك ايه بقى؟ اسمي حمودة. حمودة ده بقى اسمك ولا اسم الدلع؟ لا اسمي محمد، بس العيال اصحابي بيقولوا لي حمودة. ماشي هات حاجتك وتعالى يا ابني، هات حاجتك وتعالى. اتفضل يا سيدي. دي القهوة بتاعتي. هتشتغل معايا هنا وهديك 5 جنيه في اليوم. خليهم معاك بقى تبعتهم لاخواتك، انت حر. اخر الليل هقفل عليك عشان تنام. مرضي يا عم؟ تشكر. واي نفحة تجيلك من اي زبون حلال عليك يا عم، بس عايزك بقى تبقى حرك كده وملحلح. يعني ايه؟ يعني تبقى حرك ما تبقاش برطة. وخلي بالك اهم حاجه تقرا الزبون قبل ما يطلب الطلب تبقى انت عارفه، بس اوعى تهزر ولا تستظرف مع حد. هسيبك انا بقى تنام، هقفل عليك و8 ونص حاجه صحيك عشان توضى بالقهوه وتفتح الساعه 9. شكرا. يلا هسيبك تنام بقى، سلام. انت يا ابني اصحى يا حبيبي، انت نايم في بيت ابوك. انت مين وايه اللي جابك هنا؟ انا جيت مع الحاج فاروق، هو قال لي انا هنا. سابليش خبر يعني؟ بس احنا جينا بعد صلاه الفجر. وانت صباح الخير. صباح النور يا حاج. يلا يا ابني صوص وشك بشوط ميه وتعالى عشان تفطر. تفطر مين ده يا حاج؟ ده حموده. ايوه هيشتغل اسي حموده ده، يعني نزل طلبات ورص ترابيزات اي حاجه. امال شافعي بيعمل ايه يا حاج؟ اه شافعي في ايه يالا؟ وانت صاحب القهوه ولا انا؟ يلا غور شوف شغلك. الشغل مستحمل يا حاج. ايه يا حمود؟ عايز اروح حمام. عندك مبوله جوه، ولو زادت عن كده صرف نفسك في الخرابه.
او استنى بقى لما الجامع يفتح ساعه الصلاه يبقى اخش الحمام بتاعه. تعالى اكل لك لقمه يا عم. سامع؟ تعالى يا اخويا اكل لك لقمه. حاضر. ازيك يا رضا؟ تمام. مفيش جديد؟ لا للأسف. انت كويسة؟ هاي، ازيك يا طنط؟ ازيك يا رضا؟ اهلا يا سليم. ازيك يا طنط؟ اتفضلي. الوقت بيعدي واحنا مش لاقيين حل. انتوا ليه ما فكرتوش تنزلوا صورته على الفيسبوك؟ والله الفيسبوك فكره مش وحشه. حاجه زي كده ممكن تستفز ادم جدا على فكره. احنا هنستفزه ليه يعني؟ احنا مش هننزل صورته ونكتب عليها خرج ولم يعد. احنا هنبعت رساله في وسط الكلام بس بحيث يفكر انه يرجع. ما انا بعت له مسج على الواتساب وكمان على الفيسبوك ما ردش عليا. يعني واضح ان هو ما فتحش الانترنت من اصله. ودي حاجه مقلقه قوي. ادم بيعرف حاجات على التكنولوجيا احنا شخصيا ما بنعرفهاش، وهو عارف ان التليفون اللي في ايده ده ممكن يخلينا نوصل له، فممكن يكون تخلص منه. ما التعامل مع الجيل الجديد ده صعب جدا جدا. ايه ده يا ملك لابسه كده ورايحه فين؟ رايحه ادور على ابني. هتدوري عليه فين؟ في اي حته. ازاي يعني؟ هتنزلي تقولي عيل تايه يا واد الحلال؟ انا معايا صورته على التليفون، هروح المكان اللي اخر مره شافوه فيه، اكيد حد يكون شافه. ما ينفعش تنزلي تدوري عليه بالطريقه دي وانت في الحاله دي كمان. وما ينفعش برضو استنى يعلم يرجع ولا لا. انا نازله وانا هاجي معاكي. انتوا مجانين طبعا. هاجي معاكم لو سمحت يا طنط. الدواء بتاع ملك عشان لو اتاخر. ليه ما تركبي؟ اركبي يا رضا. ملك؟ ملك حبيبتي يلا علشان ننزل. ماليش نفس. مفيش حاجة اسمها ماليش نفس. هتنزلي يعني هتنزلي. حبسة البيت دي مش هتنفعك. يلا يلا. فضل يا حاج. علبة صلصة ومعلقة. روح انت اتغدى دلوقتي وهقول لك تعمل ايه بعدين. حاضر. ادم. اه يا معلم. تعالى. انت ايه حكايتك بالظبط بقى؟ احكي لي. اسمي ادم فعلا. كنت في مدرسه كويسه واهلي كانوا بيصرفوا عليا كويس، بس من ساعه ما بابا مات. بس واحد الله مات تاكل مصلي وتعرف ربنا. وعم انتش لاول ولا اخر واحد ابوه هيموت. اصل المشكله من ساعه ما بابا مات كل حاجه باظت، حتى ماما. ماما دي بقى المفروض ان تبقى جنبها الساعه دي، لانك انت خلاص بقيت راجلها. كل الناس معاها
تقوم انت برضه تحرق قلبها كده وتهرب؟ قالتها اعتبرتني راجل زي ما انت بتقول. يا ابن الاهل طول عمرهم شايفين عيالهم عيال حتى لو بقوا شيوخ كبار. اصل انا حاج الصراحه يعني مصاريفي زادت عليهم، فقلت انزل اشتغل واول ما اجيب فلوس ارجع لهم. يا ابن امك زمانها هتتجنن عليك. واكيد دلوقتي زمانهم بلغوا البوليس والمستشفيات واكيد هيلاقوك. روح انت احسن. وانا يا عم اذا كان عليا هاجي معاك واستسمحها واقول لها ان انت كنت عندي المده دي كلها. وادي يا سيدي شنطتك اهي. جاهز نفسك وانا هاجي معاك. خش شوف لو كنت ناسي حاجه كده ولا كده. واحنا داخلين ايه بس يا حاج؟ سيبه يروح لحاله. يا ابني الواد هيهرب من امه تاني. ما يغور في 60 داهيه، مش احسن ما تاخدوا الاهل ويقولوا لك كنت خاطفه وتخش بقى في سين وجيم. ازيكم؟ اهلا يا سليم. ازيك يا طنط؟ احنا كنا نازلين. ما انا طنط قالت لي، قلت بقى اجي اغير جو معاكم في الاجازه دي. كويس ان انت جيت قبل ما تغير رايها. هو انت هتيجي معانا؟ ما هو الجو ده مش جو تاكسيات يعني، قلت اجي اوصلكم. في حاجه يا ملك؟ لا لا. يلا هنزلوا، استناكوا تعالوا. يلا علشان ما نتاخرش. ملك، ايه رايك في ده؟ حلو. طب يلا خش يا سيدي. انا مش قادره، انا بتهيألي كفايه كده النهارده. ملك يلا بدل ما ازعل منك، يلا. خليها تقيس ده. الابيض بيليق عليها. والله الالوان كلها بتليق عليها. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا عمري ما شفت رقه وجمال كده. خلاص ايدي ده كمان. بس ده ابيض برضو. حبيبتي الابيض اتخلع عشان انت تلبسيه. هيبقى تحفه عليك والله. مساء الخير. مساء النور. سهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. شكرا. حطك لي ايه يا حبيبتي؟ اي حاجة. اطلبي لها سلمى المشوي، هي بتحبه. او اي حاجة يعني من اللي هي بتحبها. خلاص انا هاخد واحد سلمى. وانا كمان. كده اتنين سامون مشوي مع خلاص دي حاجه تاني؟ لا تمام شكرا. بس انت قلت لي ما بتحبش السمنه. وماله؟ اجرب المره دي يمكن احبه. انا مش جعانه، انا تعبانه ولازم امشي. طب اقعدي كل حاجه الاول. سمحت ما عندكوش شغل؟ روح يا ابني الله يسعدك.
السلام عليكم. سلامة. مفيش شغل عندكم يا فندم؟ لا والله مفيش شغل. أي شغل عندكم يا فندم؟ مفيش حديد يتكل على الله. الساعة 10 جنيه يا حبيبي. لا لا انا مش جاي احبس. عايز ايه يا ابني؟ عايز ابيع اللابتوب ده. تبيع ده؟ انت مقلبه منين ده؟ ايه؟ شقته منين؟ سرقه منين يعني؟ لا والله حضرتك ده بتاعي. حتى انا ممكن افتحه لحضرتك، عارف الباسورد بتاعه. بتاعك؟ اه والله بتاعي، انا لسه حتى منزل برنامج فوتوشوب جديد وعليه جيمز كتير. ما هو باين باين. خلاص خلاص انا ما هو باين. انت تلم علينا الناس. يلا يا عم انت يا ناقصة. انتوا عايزين ايه؟ الشنطة يلا. مش عارف الشنطة. مش عارف الشنطة. يا جماعة الموقف ده مش هيعدي بسهولة، بس أنا متأكد إن شاء الله إنه آدم مع الوقت تدريجياً هيتحسن. أنتوا بس بليز لو سمحت ادوا له فرصته، ما تضغطوش عليه. هو معقول هيفضل قاعد هنا على طول؟ إيه المشكلة يا طنط؟ ما يقعد. دكتور، هو إحنا غلطنا إن إحنا ما قلناش الولد الحقيقة من الأول؟ والله ما دام نهاية الكلام ده فات أوانه بصراحة. ولكن احنا في الحالات دي بنفضل نقول للطفل كل حاجه حصلت مهما كانت مؤلمه، ما تخبوش عليه اي حاجه ابدا ابدا. هو بيبقى فيه شويه دعم نفسي اكيد علشان الطفل يقدر يطلع من الازمه دي تدريجيا، بس ملحوقه. اهم حاجه بس انه زعله منكم يروح علشان يعرف يتقبل المساعده اللي انتوا هتساعدوها له. والزعل ده مش هيروح طول ما في مقاومه والحاح منكم، علشان كده طلبت منكم انكم تدوا له السبيس بتاعه. يعني محتاجة أتكلم معاك. يا ريت. طب ممكن تدخلوا أوضتي؟ تفضل. أنا ابتديت أفتكر حاجات. في الأول كنت فاكرة إني بهلوس، ومع الوقت اتأكدت إن الحاجات دي فعلا حصلت. تفتكري إيه؟ سليم. ماله؟ أنت لما كنت بتسألني عن سليم مالك؟ كنت سليم ماله؟ أنا عاوزك أنت اللي تقولي. كنت بحبه. هو قال ان هو بيحبني، بس انا بجد مش عارفة عملت كده ازاي. انا كنت متجوزة. ملك، محدش بيختار هو بيحس بايه ولا امتى. احنا بنختار بس احنا عايزين نعمل ايه.
انت عملتي ايه لما اكتشفتي انك بتحبي سليم ولما هو قال لك ان هو بيحبك؟ خفت. بس احمد وندى كانوا خاينين، كانوا على علاقه ببعض. طيب وانت اكتشفتي ده امتى؟ قصدي يعني من قبل ما تحسي بحاجه ناحيه سليم ولا بعدها؟ مش عارفه. مش عارفه. كل حاجه متلخبطه. بس هما يستاهلوا. هما كانوا على علاقه ببعض. سليم قال لي كده. طب انت عرفتي ازاي ان هما كانوا على علاقه ببعض؟ سليم كان متاكد. وهو اكد لي ده. متاكد ازاي؟ كلامه مع بعض. نظراتهم. احمد لما رجع من السحر. ملك انت من جواكي متاكده انه احمد وندى كانوا على علاقه ببعض. هو اكد لي كده. سليم قال لي هما كانوا على علاقة ببعض. طيب انت لسه بتحبي سليم؟ لا. لسه بترتاحي له؟ لا. انت خايفه منه؟ ليه؟ مش عارف. يمكن علشان مش متاكده من جواكي انه احمد وندى كانوا على علاقه ببعض. أو يمكن حاسة إنه سليم أقنعك بحاجة مش حقيقية ولأنك كنت بتحبيه فصدقتيه وبقيت تحاولي تدوري على مبررات للإحساس ده. ندى كانت في أوضة نومي. أحمد كان في الحمام وندى كانت بهدومها. مش يمكن كانت تكون داخلة الأوضة لأي سبب تاني؟ مش جايز تكوني اتسرعتي؟ طب أنت تعرفي إنه سليم طلع مريض؟ سليم عنده بارانويا يا ملك. مريض البارانويا بيشك في كل حاجة ودايما بيتهيأله طول الوقت إن كل الناس اللي حواليه بيتأمروا ضده وبيخنوه وبيضحكوا عليه وكل ده مش حقيقي. ولأنك كنتي بتحبيه محتاجة حبه ليكي ولأنك كمان كنتي واقعة تحت مشاكل نفسية تقيلة قوي عليكي صدقتيه واقتنعتي بكلامه وبدأتي كمان تفكري بوجهة نظره وده اللي خلاكي تنسي اللي حصل يا ملك. انت لحد دلوقتي في عقلك حته صغيره قد كده مش مقتنعه انه احمد وندى كانوا على علاقه ببعض وانك ممكن جدا تكوني قتلتيهم علشان تخلصي من وجودهم في حياتك مش علشان هم خاينين. وده اللي يفسر انت ليه مش مستريحه مع سليم دلوقتي. انت عارفه كويس قوي ان هو ضحك عليكي بس ما كنتيش فاهمه ليه. ملك انت خلاص بتخفي وقريب جدا ان شاء الله هتبقي زي الفل وما فيكيش اي حاجه. الكام يوم اللي جايين دول هيوجعوكي. هيوجعوكي قوي بس هيعدوا. فخلال الكام ساعه اللي جايين او الكام يوم اللي جايين الله اعلم ان شاء الله ذهنك هيبقى صافي اكتر وعقلك هيبقى واعي ويعرف يستوعب الموضوع بشكل منطقي ومنظم. الو. ايوه طنط. انت بتقولي ايه؟ هتكون راحت فين يعني؟ ممكن تكون روحت؟ ما هو برضه يا طنط حالتها مش مستقره، لازم تاخدوا بالكم منها شويه. اه طبعا. انا شايف يا طنط يعني ان انتوا تروحوا دلوقتي. ممكن تكون هي روحت. وانا هتصرف هشوف هعمل ايه. ماشي. انت كويسه يا ملك؟ انت جيتي هنا ازاي؟ انا اعرف البيت ده كويس. طب مش كنتي تعرفيهم انك جايه هنا عشان ايه دوشه؟ احمد وندى كان في بينهم حاجه؟ انت قلت لي ان احمد وندى بيخونونا وانا صدقتك. في بينهم حاجة فعلا.
تعالي بس اقعدي. اقعدي. اهدي الاول كده. مالك؟ بتفكري في حاجات انتهت خلاص ليه؟ حاجات بتتعبك وبتألمك. انسي خلاص كل اللي فات ده بقى. اطوي الصفحة دي خالص. فكري في بكرة. هما ما كانوش بيخونونا. يا ملك. احنا اللي كنا بنخونهم. لا! ما كناش بنخونهم. هما اللي كانوا بيخونونا. وزبالة كمان. كانوا متقالهم ان مش حد هيكشف علاقتهم ببعض. كانوا مستعملني. لكن انا كشفتهم. احنا ما كناش خاينين يا ملك. هم وجعونا. والوجع ده هو اللي قربنا من بعض. ملك ثقي فيا. ثقي فيا زي زمان. صدقيني انا طول عمري بخاف عليكي. طول عمري عايز مصلحتك. انسي اللي فات ده خالص. هم يستحقوا القتل. ايوه. واذا كنت انت قتلتيهم فانت كنت تعبانه. ما كنتش في وعيك. بس انت عشان بريئه وطيبه تعبتي. صعبوا عليكي. صدقيني هم يستاهلوا القتل وخدوا جزاءهم خلاص. ايوه خدوا جزاءهم. احنا مش خاينين. ثقي فيا يا ملك. بس اللي فات ده كله شكلك تعبان خالص. مش هينفع تروحي كده. انا هكلم الدكتور مجدي عشان يجي يشوفك او يكتب لك على اي مواد. ايوه دكتور مجدي. مالك عندي هنا حياتها وحشه قوي. انا متاكد ان ندى بتدبر لي حاجه. الورق اللي تحت ده في الشك عليه امضتي وسهل يتلعب فيه. ممكن تلبسني بصيبه وتدخلني في سجن كمان. طبعا احمد هيسهلها الكلام ده عشان تطلب الطلاق. بعد كده يطلقك ويتجوزوا هما. طب ما تيجي تشوفها بنفسك. طب الدواء ده ممكن اصرفه من غير روشته؟ طب ماشي شكرا شكرا. اذا كان ذكاء وما يمنعنا ان احنا نمسك عليهم غلطه ده مش معناته ان هما يفوتوا من العقاب. لا احنا نحطهم في الوضع اللي يخليهم مكشوفين. ساعتها بقى هيبقى القتل دفاع عن النفس ودفاع عن الشرف. وانت مالكش دعوه باي حاجه. الو مساء الخير. ممكن اطلب علبه ديازي بقى؟ اه هو ده. اه على نفس الرقم. شكرا. السلام. كلها ساعة والدواء يوصل. الأحسن إنك تاخديه قبل ما تمشي. أنا هقوم أعمل حاجة ناكلها. شكلك ما أكلتش حاجة من الصبح. جيت من بدري؟ يعني يا دوب لسه واصل حالا. انت اتاخرت كده ليه؟ كان عندي شغل كتير قوي يا دوبك لحقت اخلص. ادم فين امال؟ عند ماما. اصل انا كنت فاكره ان انا هتاخر اكتر من كده. وبعدين بكره اجازه. احنا مش هناكل ولا ايه؟ انا واقع من الجوع. اه طبعا عقبال ما تاخد دش وتغير هدومك هكون انا سخنت الاكل. اوكي.
مستنيه يا ملك الغدا. حاضر. الو، ايوه يا ندى، انتوا فين؟ احنا داخلين عليكي اهو، خلاص قربنا يا ملك. طيب انا مستنياكم. كنت عايزاكي في موضوع كده. ايوه، في ايه يعني؟ كنت عايزه اتكلم معاكي بس مش هينفع قدام سليم. تعالي معايا. في ايه يا ملك؟ ما دام مش عايزه تتكلمي قدام سليم قلتي له يجي معايا ليه؟ حاجة عايزة أقولها لك بس دماغي مش فيها دلوقتي. عايزة أفهم في إيه؟ أنت من ساعة ما كلمتيني قلت لي أجيلك على طول وأنا حاسة إن في مصيبة. فعلا في مصيبة. هروح أطفي حاجة في المطبخ وأجيلك على طول. يا ملك يلا، يا ملك الاكل جاهز، يلا حبيبي. انا ما قتلتهمش يا سليم، انت اللي قتلتهم. انت مش في وعيك. انا افتكرت كل حاجه، انت اللي قتلتهم. انا اللي دخلت ندى الاوضه، وانا اللي اديتك المسدس. انت اللي قتلتهم. كان لازم يموتوا.
احنا الاثنين قتلناهم مع بعض، انت فاهمه؟ عشان كانوا عايزين يدمرونا، كانوا عايزين يدمرونا. احنا الاثنين كنا مع بعض، كنت معايا وعايز اقتلهم زي بالظبط، لكن خوفك هو اللي خلى يحصل لك كده. لو كنت مشيت ما كانش حصل لك اللي حصل. رجوعك بوظ الدنيا. بس انت اللي قتلتهم. ما كنتش عايز اخليكي في الصوره، كنت خايف عليكي ولسه خايف عليكي، عشان بحبك ولسه بحبك. بس انت اللي قتلتهم. انت اللي طلعتيني اهرب واسيبك. ايوه، بس لما لقيتك تعبانه وما قلتش اي حاجه عني رجعت، عشان خايف عليكي وعايز احميكي. احنا قتلنا اتنين ما لهمش اي ذنب. ما عملوش حاجه. لا عملوا. ايوه عملوا. خانوكي زي ما خانوني. ايوه. بس ما كناش نقدر نقول لحد ان هم خاينين. ما كانوش هيصدقونا عشان هم اذكياء قوي يصدقوني اللي عملناه ده صح. صدقيني كان لازم يموتوا، دول ذبحونا، ذبحونا يا ملك. صدقيني شيل ايدك، انت اللي قتلتهم، انت اللي قتلتهم. فين قلقتينا عليكي؟ ملك، ملك انت كويسة؟ لا مش كويسة. في ايه اللي بيحصل ده؟ سهام، أم الماما فين؟
مالك؟ يا دكتور انا مش شايفاها بتتحسن. معلش يا مدام نهال، معلش، واحده واحده. هي كده دايما الانتكاسه بتاخد فتره اطول من المره الاولى. لو كنا وديناها المستشفى مش كان هيبقى احسن؟ والله في رايي ما اعتقدش، افضل انه هي تبقى في وسطيكوا احسن. كده كده العلاج واحد يعني. انت شايف العلاج ده يعني فعلا هيجيب نتيجه؟ هوبفلي ان شاء الله، ان شاء الله. لو اتنكست تاني؟ لو اتنكست تاني والله بقى يبقى ربنا يستر. هو الأكيد إنه هي توصلت للحقيقة اللي كان صعب عليها تتحملها. هي كانت عايزة تفوق وتفتكر، ويعني ما استحملتش اللي شافته بعد ما فاقت فوقعت تاني. هي كده كده مش مطلوب منها إن هي تفتكر أو تقول أي حاجة، وبكده عقلها بيضمن إنه هو يفضل قافل على السر اللي هو عرفه، ما يقولوش لحد ابدا، لحد على الاقل ما يستجمع قوته ويواجه الامر من تاني ويعرف يستوعب الموضوع بشكل افضل.